بغنى في المقومات البيئية، تضيف سلطنة عمان للقائمة العالمية أصنافاً جديدة من أنواع الفطر تدخل لأول مرة قائمة التوثيق للأحياء في العالم. الاكتشاف اللي إحنا اليوم بصدد الإعلان عنه هو طبعاً اكتشاف يضم ثلاثة أنواع من الفطريات الكبيرة تعرف لأول مرة في العالم، وفي 10 فطريات أخرى تسجل لأول مرة في عمان والجزيرة العربية. طبعاً لما نقول اكتشاف فطريات معينة أو أنواع جديدة يعني من الحياة، هذا معناه أن إحنا أقرب إلى فهم بيئتنا، إلى فهم طبعاً الطبيعة المحيطة بنا، أقرب إلى أن إحنا نحفظ هذه الأنواع اللي لها دور في المجال الحيوي اللي إحنا نعيش فيه. وتضم المكتشفات البيولوجية الجديدة ثلاث أنواع من الفطريات، وهي تيرمايتوسيس ظفارسنس، وهايمنا جيراكس وادي جرزيزيكس، وهايمنا جيراكس بارفاليس. تم جمعها من مناطق مختلفة من محافظة ظفار في خريف عام 2023. هذا يضاف إلى رصيد السلطنة من التنوع البيولوجي الموجود حاليا في سلطنة عمان. سجل معانا للآن حوالي 23 فطر جديد لأول مرة في العالم، كان من آخرهم هذه الثلاث فطريات الجديدة التي سجلت في خلال هذه السنة. كذلك الشيء الآخر أيضا أهميتهم تكمن في استخداماتهم الطبية، استخداماتهم الدوائية كمكملات غذائية. كذلك بدينا أيضا في يعني سالفة المكملات الغذائية، اشتغلنا عليهم حاليا في جامعة سلطان قابوس، ونأمل أن ننتهي قريبا من تحاليلهم إن شاء الله. كان يستخدموها كوجبة رئيسية أيام زمان، ومهمة للدرجة ما تتصور، خاصة في الشريط القمري. لها موسم خاص يعني يعتمد على قوة الخريف، بعض الأحيان تزيد إلى 3 أسابيع، وبعض الأحيان توصل إلى شهر من بداية الموسم إلى نهاية الموسم. فكان كوجبة رئيسية معتمدة في محافظة ظفار في فصل الخريف. ويتزامن الإعلان عن الأنواع الحية الجديدة ضمن الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، والذي يصادف 22 من مايو من كل عام. يؤمن الامتداد الطولي لسلطنة عمان على 10 دوائر عرضية ثراء بيئيا يسهم في تنوع الأحياء بها، وما الاكتشافات الجديدة إلا خير دليل على ذلك. من مسقط، يعقوب بن يوسف البلوشي.